الغساله الدائر ما يدور راح تتنظف، وحتى هنا مسحوقات الفانش مكان مسحوقات الفانش ايضا راح تتنظف بهذه العمليه. هذه العمليه يفضل ان نستخدمها بعد كل عمليه غسل. طبعا احنا عندنا زر هسه خلصنا البرامج الغسل، بعد ما تختار برنامج الغسل نجي نختار هذا الالت او هذا الواحد او اثنين. الواحد والاثنين شنو يعني شنو فائدته؟ هذا هنا نصف حموله او حموله كامله. شنو نقصد نصف حموله او حموله كامله؟ مثلا انتم عائلتكم صغيره واكلتوا وجبه لان انتم تغسلون المواعين، المواعين راح تصير فقط بهاي يلا حيو متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. جبت لكم تحفه فنيه وبسعر مناسب. هذه التحفه هي عباره عن غساله صحون، راح نتكلم على نظام تشغيلها بالتفصيل او شلون تشغل البرامج الموجوده بها وايضا شنو مميزاتها، وبنهايه الفيديو راح نذكر السعر، وبالاخير مصطفى ايش راح اسوي؟ راح اشغل لهم اياها واشرح عليها. يعني راح اربطكم وياي كهرباء حتى توصلكم الفكره كامله او توصلك الفكره انه انت من تشتري الغساله شلون طريقه تشغيلها، شنو الانظمه الموجوده بها، شلون نستفاد منها باقصى اداء، شنو مميزات هذه الغساله. لكن قبل لا نبدا الفيديو مثل ما عودناكم مثل كل مره اتمنى تصلون على النبي محمد، تفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه هذا الموديل من هايسنز يعتبر 14 صحن، يعني هو 13 صحن يجن به اثنين اضافيات، يعني المجموع 15 صحن. غساله هايسنز راح تجي وكاله هيتاشي بضمان مده 10 سنوات. طبعا اذا نتكلم على الشكل الخارجي مالتها راح تجي مصنوعه من ستانلس ستيل بالكامل. اذا تلاحظون هذا الوجه كله ستانلس ستيل، وجوانب الغساله من ستانلس ستيل تعشوفهم اياها، وحتى ظهر الغساله افترني مصطفى شوفهم ظهر الغساله، حتى الظهر مالتها اذا تلاحظون هذه قطع الحوض الحامله للحوض كلها ستانلس ستيل. طبعا الغساله قبل لا تروح لقدام راح يجي بها بوري واحد، ما يحتاج تربط لها حار بارد لانه راح تكون هي بها هيتر داخلي، هي تحمل مي وتشغل لك اياه بصوره طبيعيه، ما يحتاج ما بها صعوبه بالنصب، ما بها اي اشكالات بالنصب، فقط تجيب صونده تربطها على المي الاعتيادي وتكمل الملح وملحقاتها وتشغل طبيعي، وكان الله يحب المحسنين. كنظام تشغيل كبرمجيات تشغيل شلون نعرف هذا البرنامج خاص شنو وهذا البرنامج خاص شنو؟ طبعا انا ما راح اتكلم من ذاتي، يعني راح اطلع لكم الكتالوج ونشرح لكم على انظمه التشغيل. شو تقول مصطفى؟ احسن. اول شيء ضغط عليها مده ثانيتين راح يشتغل عندك الشاشه الكنترول اول ما تفتح. طبعا راح مثل ما قلنا لكم راح اشرح لكم على البرمجيات، والكتالوج موجود. طبعا هذا الكتالوج كل برنامج شارح لك اياه، وكل برنامج شنو فائدته وشلون تستخدمه ايضا شارح لك اياه. فانت اذا وصلتك الغساله وجزء ما عندك انترنت او نسيت الفيديو مالتنا، تقدر عن طريق هذا الكتالوج شغل الغساله وتتحكم بكل مواصفاته. خلنا اترك لكم الكتالوج لان ما احتاج كتالوج صراحه. شلون نتحكم بالبرمجيات او البرامج الخاصه بالغسل؟ عندنا 8 برامج اساسيه. طبعا اول خيار اللي هو خيار اللي هنا عندنا الغسل المكثف، هذه باعتبارها غسل مكثف. المهم نستخدم هذا الغسل المكثف، هذا يعتبر هو من اسمه غسل مكثف، راح يكثف لك عمليه الغسل، يطول مده الغسل، يكثف لك دخول المي داخل الغساله وايضا يرفع درجات الحراره. هذا المهم نستخدمه، هذا نستخدمه بعده حالات، منها اذا كانت الجذوره متسخه يعني بها وسخ قوي، مثل ايش؟ يعني مثل نقول عليها اللاجعه اللي يكون بها دهن مشلب، او نريد ننظفها تنظيف قوي يلا تطلع، تقدرون تستخدم هذا البرنامج. وايضا تقدرون تستخدمونه بحاله اذا عندكم شيء تريدون تعقمونه مثل الماميه مال الاطفال، مثل قلاصات تريد تعقمها، تستخدم هذا. ليش؟ هذا راح يرفع درجه الحراره 90 درجه مئويه، فراح يعقم لك اياها من البكتيريا، وايضا يزيل الاتساخ بنسبه 90%. هذه تستخدم ايضا لاي شيء تطبخ به، او ماعون، او خلينا نقول عليه ماعون تيفال، مرات يطبخون به دجاجه بداخل الفرن فراح تشلب به الدهن، مثلا الصيانه الصغار بداخل الفرن ايضا يشلب به الدهن، تقدرون تستخدمون هذا البرنامج المكثف. هذا بمعنى اي شيء يصعب تنظيفه وتريد تنظفه او تريد تعقمه تستخدم هذا البرنامج. هذا البرنامج ما نقدر نخلي به الكلاصات الجام،
لانه هذا راح تعرض او الجلاسات الزجاجيه لان راح تعرض درجات حراره عاليه فمعرضه لتنكسر بسبب الحراره. هم خلي لك برامج اخرى تقدر تستخدمها. هذا البرنامج هسه خلصنا شرح عليه، هو خاص بغسل الجداري وغسل الاوان المتسخه جدا وغسل الشيء اللي نريد نعقمه. عندك البرنامج الايكو، هذا البرنامج يعتبر برنامج اعتيادي، غسل اعتيادي، لكن هذا يعتبر الاعلى اداء باستهلاك المي والكهرباء، لكن يطول عندكم مده الغسل. عندكم الزر الثالث اللي هو اشوف لكم اياه صراحه انا نسيته، اللي هو العفو زر الكريستال. هذا بمعنى انه ينظف لك الزجاج، العفو مو الزجاج هذا 9 دقائق، ها هذا ينظف لك الجلاسات اللي تكون زجاجيه. هنا ايش راح يسوي؟ راح يشغل لك الغساله باداء مناسب للغسل الاواني الزجاجيه او الجلاسات الزجاجيه، ينقص لك درجه الحراره ويقلل لك دخول المي، وايضا التجفيف الهوائي راح يكون درجه حرارته بين 50 الى 60 درجه مئويه، ما يصعد فوق 60، لان اذا صعد احتمال تتكسر عندكم هذه الجلاسات بسبب الحراره العاليه وبسبب البروده اللي تدخل من المي والحرارة العالية اللي تدخل من الهيتر الداخلي الموجود بالغسالة. أيضا هنا عندنا هذا الخيار الرابع اللي هو خيار الكريستال أو الزجاجات المصنوعة من الكريستال، أو نقدر نسميها البايركس. هنا راح ننظف البايركس الحراري، تكون درجة حرارته عالية لكن يقلل لك دخول المي بنسبة كبيرة، يعني يشطفها أول مرة بعدين ننزل المي حار بكمية قليلة بعدين يشطفها بعدين يظل يذب مي حار، ما راح يستخدم هنا مي بارد نهائيا لحد ما تتنظف الغسالة أو تتنظف المواعين بنسبة 100%. عندك هذا الزر الواحد H مكتوب عليه اللي هو زر 60 دقيقة، هذا هو الغسل اليومي، يعني الغسل الاعتيادي اليومي إذا عرضنا نغسل مواعين عادية، يعني خلينا نقول عليها شطلات خواشيك، تقدر تستخدم هذا الزر لغسل اليومي. عندك هذا الزر القبل الأخير، العفو هذا السادس 4 5 6، هذا الزر أيضا نقدر نستخدمه بعمليات التنظيف مثل تنظيف السريع او سبيد ووش او غسل سريع. هذا ايضا راح يقلل، يعني ما راح يركز على زياده درجه الحراره وما راح يعيد الشطف. اذا تلاحظون هذا البرامج راح ينعاد بين الشطف مرتين وثلاثه واربعه، هنا راح ينعاد مره واحده ويغسل مره واحده. هذا المن نستخدمه، نستخدمه مثلا لقلاصات الشاي، قلاصات القهوه اللي تكون متسخه بشكل قليل، يعني اللي ما يتشلب بيها الاكل، مثلا المواعين اللي منظفيها من التمن الباقي بيها بس دهن تريد تنظفون تستخدمون هذا الزر. هنا عمليه الشطف، هذا الزر اللي هو عمليه شطف، مثلا انت خليت المواعين تريد فقط تشفطن، فقط ينزل عليها المي حار ويشفطن بصوره طبيعيه. هنا الزر الاخير اللي هو زر نظام التنظيف الذاتي، عن طريق هذا البرنامج راح نخلي الغساله تنظف نفسها بنفسها وتتخض تنظف، حتى المرشات راح تتنظف، المرشات اللي نقصد عليها هذه كلها راح تتنظف، هذه المرشة راح تتنظف، المرشة الجو راح تتنظف، الغسالة الدائر ما يدورها راح تتنظف، وحتى هنا مسحوقات الفانش مكان مسحوقات الفانش ايضا راح تتنظف بهذه العملية. هذه العملية يفضل ان نستخدمها بعد كل عملية غسل. طبعا احنا عندنا زر هسه خلصنا البرامج الغسل، بعد ما تختار برنامج الغسل نجي نختار هذا الالت او هذا الواحد او اثنين. الواحد والاثنين شنو يعني شنو فائدته؟ هذا هنا نصف حمولة او حمولة كاملة. شنو نقصد نصف حموله او حموله كامله؟ مثلا انتم عائلتكم صغيره واكلتوا وجبه تريدون تغسلون المواعين، المواعين راح تصير فقط بهاي القاعده، يعني بس بهاي السله، هاي السله راح تكون فارغه، فما يحتاج تذب مي فوق، راح يصير عندنا استهلاك في المي وايضا استهلاك بالتيار الكهربائي. فنخلي نصف حموله، نختار منها هذه النصف حموله، راح تشتغل عندنا هنا هذا الواحد اثنين، حاليا انا ما مختار البرنامج، بعد البرنامج تشتغل عندكم هذه الواحد اثنين، راح يشغل المي ويشغل الحراره ويشغل ايضا الهيتر الحراري فقط بالمستوى السفلي او بالسله السفليه، هذا راح يقلل من استهلاك المي وايضا يقلل من استهلاك التيار الكهربائي. عندنا هنا نظام الال او نظام الالت، او جوه مكتوب 3 SEC او 3 second 5 minute، ضل ضاغط عليه لمده 3 ثواني راح يشتغل children lock hold، يعني قفل الاطفال. اذا ظليت ضاغط عليه لمده 3 ثواني راح تنقفل هذه الشاشه، بعد ما حد يقدر يستخدم بها. تضغط مره ثانيه 3 ثواني راح تنفتح هذه الشاشه، والى استخدامات ثانويه منها نقدر نشغل هذا الهيتر الداخلي، خلينا نرجع البرنامج، نقدر نشتغل بها هذا الواحد في ثلاثه اللي هو راح يستخدم الزاهي ويستخدم
مسحوقات البنش ويستخدم الماء الحار اللي هو 3:1، وايضا نقدر نشغل عليه نظام التجفيف الهوائي. هذا التجفيف الهوائي بصفه زائد يسمى تجفيف هوائي بلاس، يعني يزيد مده التجفيف بنسبه الضعف. وعندنا هذا التجفيف الهوائي الاعتيادي اللي هو هذا، يشتغل عندك تجفيف اعتيادي بداخل الغساله. بعد ما استخدمنا البرنامج نطي ستارت راح تشتغل عندكم الغساله بصوره طبيعيه. خلينا نتكلم على الداخل مع الغسالة. هذا داخل مالتها راح يكون مصنوع من ستانلس ستيل. هنا عندك مكان مسحوقات البنش، مكعبات البنش. هنا عندكم تخلي الزاهي والتايت الموجود بيها، هذا تكبسيه بهالشكل هذا. هنا عندكم هنا تخلي الزاهي، عندكم هنا سلتي الموجودة بيها، هاي السلة الأولى تقدر تطبقها مثل ما ملاحظين تطبق هذه وتخلي الجدار الصفر بها، او تقدر تخلي بها ماعين بهالشكل هذا. عندنا مرشه رباعيه موجوده هنا، واذا ملاحظين فتحه الهواء الحار او نظام التجفيف الهوائي اللي هو شبيه بالشسوار، ذيك الفتحه مالته يدخل هواء حار منها يجفف لكم الماعين بنسبه 100%. هاي السله الاولى، هاي السله الثانيه ايضا بها قواعد متحركه، هذه القواعد تقدر تصفط بها الماعين، شوفهم يا مصطفى بهالشكل هذا، وتقدر تنومها تخلي ايضا جدار صغار هنا، هنا خواشيق. وعندنا هاي السله الثالثه اللي هي هاي، تقدر تخلي بها الخواشيق، خلينا نقول عليها خواشيق مال شاي، خواشيق مال اكل الى اخره. هاي الغساله ماركت هايسن، ضمان بها العشر سنوات، عشر سنوات اول سنه صيانه شامله، تسع سنوات خدمات ما بعد البيع، سعرها 499,000. هذا شكلها، طبعا ستانلس ستيل من كل الجهات. اتمنى استفاديت من هاي الفيديوهات اللي قاعد اقدمها، ووصلتكم المعلومات الكامله لطريقه تشغيل هالغساله. فلا تبخلون علينا بلايك والاشتراك في القناة، وحياكم الله وألف هلا بيكم.